هاي أسامة، ازيك؟ الحمد لله تمام. ازيك؟ واضح ان كل سنة وانت طيب. دي مضايقاك؟ ده مضايقني جدا. والله قلت لك بالصدفة كل سنة وانت طيب. انا عارف لا لا خالص. بصي اصل كل لكل مقام مقال. لو انت بتكلميني في عيد وبتقولي ازيك يا اسامه كل سنه طيب وانت طيبه، هبقى فرحان انك بتعيدي عليا. طبيعي. اوكي. انما انزل امشي في الشارع اول واحده قبله اهلا يا باشا ازيك كل سنه وانت طيب. كل سنه طيب بمناسبه ايه حضرتك؟ بمناسبه كل سنه وانت طيب دي، انا بشتغل في احد البنوك في مصر يعني. طبيعي ان انت قدام الفرع ما بيبقاش فيه الصبح ركنات بسهوله. فالصبح كل سنه وانت طيب، وبالليل كل سنه وانت طيب. انا يعني داخله الصبح وانا خارجه بالليل، فيعني مرتب الشهر تقريبا بيضيع على كل سنه وحضرتك طيب. يعني ايه يعني ايه كل سنه طيب؟ يعني طيب انت راجل سايس وركنتني خلاص، شكرا، خدت اللي انت عايزه. مش لازم تقول لي كل سنه وانت طيب. يعني هل مثلا بتقول لي كل سنه طيب بدل ما اديك مثلا خمسه هيبقوا 10 هيبقوا 20؟ انا بشوفها ان هو من انواع البلطجه صراحه، يعني ما لهاش معنى تاني، هي بلطجه يعني. هو كله بقى بيبلطج على كله دلوقتي، اللي يعرف يبلطج على حد يبلطج، والصوت العالي بيلخص وبيجيب من الاخر. ده حقيقي، ده حقيقي. فين ماجد؟ فين ماجد؟ ماجد بصي، ماجد يوسف انا مفتقده جدا طبعا. هم اولادي كلهم حلو، اولادي دي لا ماجد انا بعتبره يعني هم اخواتي بجد صغيرين يعني. ماجد انا كلمتك مكالمه السنه اللي فاتت كان شهر اتنين، فماجد رد عليا حتى جت صوت وقلت له انا الاكس بتاعي اسمه ماجد، يعني انا اصلا متصله اشتكي. انت ازاي بقى اسمك ماجد؟ ماجد عمل اوبريشن في ظهره، عمليه في ظهره كبيره جدا. سلامته. وحصلت فجاه يعني، جاله الاصابه فجاه يا حبيبي، وقعد فتره كبيره جدا بيعمل علاج طبيعي وخلافه. بس هو بخير الحمد لله دلوقتي. هو سلمني عليه حاضر وقول له الف سلامه. حاضر، الله يسلمك. انا لقيت بقى موضوع الحلقه ريليتد بالحب القديم. وبص انا مش متجوزه اولا، بس انا الموضوع كلمه حب قديم دي بتصحي جوايا مشاعر كده كانت مكبوته بقى لها فتره يعني. بقى له قد ايه الحب القديم؟ 9 سنين يعني، لسه اول امبارح. في حياتي في حياتي في حياتي انا كنت فاكره ان انا قبل ال9 سنين كنت بحب. انا اكتشفت ان انا عمري ما حبيت، هي دي حدوته الحب الحقيقيه في حياتي. كان عندك كم سنه؟ والله يعني كان عندي في وقتها 26 سنه. فالحب ده مش هيتكرر تاني في حياتي. عارف قولي لي ده الحب اللي كنت لما بتشوفيه قلبك بيدق كده بسرعه، ولما بتفتكريه قلبك يدق بسرعه، ولما يكلمك في التليفون قلبك يدق بسرعه. حسيت كل ده. وخد بالك الحب اللي بيجي في سن فيه نضوج شويه بيبقى اصعب في النسيان. يعني انا اعتقد وانا اندر ايدج كده، وانا حتى في فتره ال20 كنت بخش علاقات كتير واطلع ومش فارق معايا، مش فاكره. لدرجه ان انا في مره اتخطبت فيها انا مش فاكره احداثها كانت ازاي، من كتر بجد ما هو يعني ماجد ده جه فعلا انا نسيت كل حاجه. طيب. ال9 سنين دول احنا اتخطبنا فيهم مره وسيبنا بعض ورجعنا لبعض. احنا شخصين عماديين بشكل رهيب. بس انا اجزم ان الشخص ده في حياتي مش هيتكرر تاني. طب قولي لي هو اتجوز دلوقتي، خطب، حصل حاجه؟ لا لا لا. وانت برضو مفيش حاجه؟ لا خالص ولا اي حاجه. وانا انفصلنا تحديدا في شهر 3 اللي فات. خد بالك الفتره اللي انا كلمتك فيها كنا مفركشين وسايبين بعض، وهو رجع لي تاني في شهر 6. انا كلمتك 2، هو رجع لي 6. قعدنا من شهر 6 لحد شهر 3 اللي فات. المره دي كانت المشكله عندي. إيه بقى؟ المره دي انا اجزم ان انا المره دي ما كنتش لاقوا طاقه. او بص مش عارفه احكيها لك ازاي، او مش بحب اتكلم في ديتيلز جوه حياتي قوي، بس انا بكلمك عشان حاجه عايزه اريح بيها ضميري. مش عارفه قولي. انا في جوه بيتي مشكله كبيره، يعني مش عايزه احكيها، بس هي جوه بيتي مشكله كبيره وما كنتش عارفه احكيها له في الوقت ده، ومش عايزه احكيها له، مش عايزه اتعاطف معاه، ومش عايزاه يكمل معايا تعاطف، مش هحب ده. وهو كان يعني يا اما يتقبل يا اما ما يتقبلش، والاثنين كانوا هيجرحوني. قررت ان انا اتلكك، وقررت ان انا اعمل او افتعل نوع من انواع المشاكل التافه اللاشيء، وكنت ضغط عليه كان بقاله فتره. وهو كان خلاص ماشي في البروسيس بتاعت احنا نتجوز بقى، وخلاص احنا محضرين، انا خلاص هنظبط الدنيا. وكل ما كان يقرب التايمنج انا عايزه احكي له المشكله الكبيره اللي جوه حياتي، مش عارفه احكيها له ومش قادره. يعني المشكله كلها كانت عندك انت، زي مثلا بنشوف الافلام العربي القديمه ان عندها مشكله فراحت تقول له انا ما بحبكش ولازم اسيب. لا مش مشكله ريليتد بيا انا، مشكله في حياتها الشخصيه يعني. كنا بنشوف فمش عارفه احكي له، مش عايزاه يتعاطف، ومش عايزاه كمان يسيبني فيها فيجيب اكتر. طب ما انت
انت بدل ما يخليه يسيبك وتتجرحي اكتر قمتي جرحاه. ما هو ده اللي بقى اللي بقول لك عليه، عشان كده انا بكلمك. انا بجد حاسه من جوايا، عارف حته الضمير كده، مش بعرف من كتر ما هو وحشني، من كتر كل حاجه، بس انا اتلككت. انا عارفه ان المره دي بجد كان جدع قوي، وان المره دي كان كويس قوي، وبجد كان هو يعني هايل في كل حاجه، بس انا انسحبت بطريقه فعلا جرحته. طب المشكله اللي في بيتك تركش يعني. انا فاكره اليوم يوم 8/3 قال لي خلاص انا مش قادره اكمل، قلت له انا كمان مش قادره اكمل، مشيت ولا اديته ضهري ولا فكرت ان انا ابص وراي تاني. لا ما تاخديهاش بحساسيه قوي كده، بس انا عايز اسالك سؤال، المشكله اللي عندك اتحلت اللي في البيت؟ لا ما زالت قايمه. دي مشكله ما بين بابا وماما يعني؟ اخويا بص، طيب عشان انا يعني مش لازم مش لازم لا مش لازم مش عايز مش عايز احطك في موقف محرج، لا مش لازم. خلاص مشكله تخص اخوكي، ودي ممكن تسبب ازمه كبيره في علاقتك بيه، فانت علشان تلخصيه قلتي ابعد عنه. منعا لاحراج نفسك، ومنعا لاحراجه، ومنعا لاي شيء، وخلاص كده. بس انا حاسه ان حرمت عمري كله من سعاده كانت ممكن تبقى بالنسبه لي كل حاجه. انا مش هحب حد كده تاني، او ما حبيتش حد كده تاني، وهو حبني بزياده لدرجه ان انا لحد النهارده ندمان عليه، بس ماليش وش ان انا اكلمه، ومش هقدر اكلمه لان المشكله لا زالت قايمه. فانا طب اقول لك حاجه معلش. لو حصل انك كلمتيه وقلتي له بص انا اتلككت عشان اسيبك، وتلككت عشان اسيبك ليه؟ علشان حصل كذا كذا كذا، وما كنتش قادره اواجهك بالمشكله اللي عندي دي، وما كنتش منتظره منك انك تبقى كذا، او انك تبقى تعطف عليا، او ان انت كمان تقول لي لا بسبب المشكله دي انا مش هقدر اكمل معاكي، كنت هتجرح جامد جدا، فتصرفت التصرف العكسي ده. هو ما هو الا حاله دفاع عن النفس عكسيه. انا عملت كده، انا بقول لك دلوقتي عشان اخلص ضميري. اوكي عايز ترجع ارجع، مش عايز ترجع انت حر، انا بحبك ومش هجبرك على حاجه، ومش عايزه منك حاجه، ومش عايزه تاخد قرار الا لما تكون انت واخده عن اقتناع. باي باي. تفتكر مش هقل في نظره؟ لا خالص. لو عرف؟ لا بص يا بنت الناس، حتى لو قليتي في نظره على الاقل هتكوني طالعه مصفيه نفسك ومخلصه ضميرك، وحتى لو ما رجعلكيش تاني يبقى انت عرفتي ان انت عملتي كده بايدك، علشان زي ما بيقولوا كده تجيبي من الاخر. انا ما جرحتكش، ما قصدتش اجرحك، ما قصدتش اعمل فيك كده، ولكن انا كل اللي عملته ده لان انا كان عندي مشكله عباره عن 1 2 3، والمشكله دي تخص حد في اسرتي وانت فاهم القصه، وكان حساس جدا الموضوع، ما كنتش قادر اقول لك، وكنت خايفه اقول لك، وخايفه انك تسيبني، وخايفة انك ممكن تعرف تتعاطف معايا، خايفة انك تبص لي بصة مش كويسة، خايفة من مليون الف حاجة. فاللي حصل ده كان رد فعل عكسي، وانا حزنت ان انا عملت كده، علشان انا لسه بحبك. انا ما بقولكش كده عشان ترجع لي، انا بقولك كده عشان عايز اخلص ضميري اللي جوايا اللي واجعني ان انا سببت لك جرح. عن اذنك بجد هعمل كده، واقفلي السكه بجد هعمل كده، لانه فعلا انا كنت، انت بجد صح قوي، انت صح، عشان انا مش هرتاح غير لما اعمل كده. حتى لو ما رجعش تاني، حتى لو ما كلمكيش بعد المكالمه دي، انت هتحسي بهدوء نفسي، وهتحسي انا خلصت ضميري. حتى لو شافني في يوم من الايام في مكان هيبص لي باحترام، لان انا ما ضحكتش عليه بس، وما جرحتوش وما وجعتوش. واديله فرصه يفكر يشوف هيعمل ايه، وبعد ما يفكر هياخد قراره يا بالإيجاب يا بالسلب، وفي الحالتين انت مستريحه.